بسم الله الرحمن الرحيم. البداية لابد نشكى جمعية إكسان التنمية والبيئة، ولابد نشكى عاود سيكان كان بوانات، نشكى لك نفس ثنين من زيج معمانة زراي بعادي العاب النقطة سوان زريع دين نوان زريع 20 سنة ونوان زريع 30 سنة إذن جل بادرة طيبة، نتمنى تستمر هذه التلاقي الأحبة الأصدقاء. وبالفعل نهار مشوية غدا جل العرس ضمقرا وين دي سيودان بزنغان زي النوضة زي قكسان زي ما المناطق مزنغان النوضة إذن نتمنى المبادرة تستمر. وثاني تشكا يجو مع النغنيت الجمعية سيد التنمية والبيئة وكذلك سيكان كام مهنات وشكرا. إيش سؤال بسيط سي مصطفى، وين تغيجان رجل مباراة لي بارتي دويا القدامى؟ بالفعل يجو لعاب ضمقان وضمقان الطاس ورمي زريغ نهاري سكايد بالفعل سمين يعذن يجو لعاب ضمقان وخالي السين ضمقان خانغ ولكن دي اللاعب تبغى تعاود ضمقان خانغ الطاس يجو لعاب قناص حجيج بالفعل يستاهل جدي نهارا احسن لاعب ديال المقال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر اولا بوابه زغنغان من ديال سيمباشا طاغ العرس الكروي النهار ديال راهم كسان. شي فحط اسمو دانا دوسين القدماء الفاتحه القدماء الهلال غار المنطقيه مدام كسان. الحقيقه اولا باش تسنى نشارك ندير عرسه لكن فرحان اولا، وثانيا باش تذكر ذكريات تقديمين تو غاسن داني تو غاسن سن لان سبقا سنين مارا اذا ايران لا اني مزغنغان لا اني مدرام كسان لا اني الهلال الفاتح ايران داني تتصل المقابله في اطار البطوله العصبه الشرق. في الحقيقه حتى اني هنا لاباس من الحال لان انا ويت ندا باش كيما نير باش نذكر ذكريات بدل مشاركه العرسه. الحمد لله مش زري مارة الماتش يعلو مليح يعني تغذي شوية التقنية تما واخا كبار السن من العالم ولكن بان دخلت المجهودات كاين. وفي الحقيقة احسن سن كذلك قايلنا باش هذا سن الشباب ان مارة ايران اكون حد سفت التيران بمعنى انه قمنا من التيران واخا وسان هذا باش الدعوة باش نشوف الشباب باش من عند ديار الرياضة ثم قمنا من عند الرياضة الى اخر وشكرا. ايش السؤال بسيط سي يوسف، وين تبغى يتجان رجل المباراة دي بارتي دويا؟ هذا نيتين الشبع هذا عجبني انا الروبيو قديم من الهلال عجبني حتى عزيز من فاتح من زنغان تبغى نعري كذلك دراز من مدرام كسان تبغى الشادري هنا حاجج كذلك اذا غادي تجي مصطفى مقرا باش نستنينا انه هنا مازال من عند قاش سمختن هنا كور المناسبة تيران يعني انه مازال من عند ديار الرياضة تزرم وهذا المهم غانغ لانه هو عبد الدنشان وين خصني مار حتى القدماء من دراهم خصني خصني كان ولا ني هنا مشتق القدماء من فتح الهلال باش من عند ديار الرياضة تشجع الشباب بزاف. شكرا لكم. بالنسبة لهاد المبادرة ديال هاد الجمعية ديال نوكسان نشكروها مزيان. بالنسبة لنا حنا بعدا واحد القدماء ديال اللاعبين هذه مدة اللي ما تشوفناش مع بعضياتنا سنين كان حتى 20 عام والحمد لله اليوم جينا وشاركنا في هذه المبادرة ورحنا جد سعيدين ونطلبوا باش تعاودوا يبقى يتعاودوا هاد بحال هاد المبادرات في جميع المدن ديال الجهة ديال الناظور سواء في زغنغان الناظور وكسان زيدوا زغنغان ومن جميع الفرق. Oh, my God.
شكرا كي هذه راه القضاء.